طول عمركم حتفضلوا راجعين ومتخلفين وجايبين نوار. الدول الغربية دي عبرت يا مولانا لأنه ما عاملين الدين برنامج زيكم، عشان كده قرروا إن دساتير وما يكون عنده علاقة بالدين وإنه يتعاملوا بمسافة واحدة مع كل الأديان. ده هو الجهلول الثالث اللي المفروض النقاش معاه ما يتعدى الدك وحلوة ولا مالحة. يلا اسمع مني المفاجأة جاهز. الحكومات الغربية اللي انت فرحان بيها دي عندهم الدين خط أحمر. لا ما عليك حيدة تاني. الحكومات الغربية الموهوم بيها دي عندهم الدين خط أحمر. أيوة الجملة صح. لا ومش كده وبس، ديننا ده دين البلد وما بنرضى زول ما من ديننا يحكم. ده مكتوب جوا الدساتير جوا بالكابيتال كمان. دستور إيرلندا مادة 62 يجب أن تكون الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة وتكون مدعومة ومحمية من قبل الدولة، مش المسيحية. في المسيحية المذهب اللوثري، يعني كما مالكي ما تحكمنا وإحنا شافعية، وكان أنت شافعي ما تحكمنا وإحنا مالكية. شوية كده ولا يقول لك أنصار سنة. الدنمارك مادة 4 الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة والملك لازم يكون إنجيلي. لا والكنيسة الإنجيلية اللوثرية دي اللي ما لغيرها الدين الوحيد اللي بيمول من خزينة الدولة بتاعت الضرائب ولازم تدعم الدولة بالواضح كده جوا الدستور. أيوة كده بالواضح، والواضح ما فاضح، والعجب وعجب والما عجب ومرق الخلع. أسبانيا مادة 7 رئيس الدولة يجب أن يكون من رعايا الكنيسة الكاثوليكية. السويد مادة 4 يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص. الأرجنتين بند رقم 2 في الدستور الحكومة الفيدرالية تدعم العقيدة الرومية الكاثوليكية. دينية دي ولا ما دينية يا مثقفاتيها متعلمين. كوستاريكا سلفادور مالطا المكسيك موناكو بنما بيرو الأوروغواي الكاثوليكية هي الديانة الرسمية للبلد مش الدين المسيحي. في الدين المسيحي المذهب الكاثوليكي. سريلانكا ماينمار تايلاند البوذية هي الديانة الأولى في الدولة ويجب على الدولة حماية ورعاية هذه الديانة. ألمانيا اللي هي العلمانية ذاتها مستشارة الدولة أنجيلا ميركل اللي منصبها زي منصب رئيس الوزراء في أي دولة هي الأمين العام لحزب اسمه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. صرحت إنه ألمانيا بتحتاج إن هي تقتدي بالمبادئ اليهودية والمسيحية وصرحت انه تجربة التعددية الحضارية فشلت فشل ذريع في المانيا. يعني بعد ما حملت 9 شهور بالعلمانية لما جت تلد قالت اني نذرت لك ما في بطني. يلا اخذ مني السمينة. بريطانيا ما عندهم دستور زي بقية الدول لكن عندهم دستور عرفي ماشيين بقوانين واسمع مني القوانين بقول شنو. القانون الثاني فقرة 3 ليس هناك مانعا على اساس ديني من تقلد المناصب العامة. شفت يا مولانا اهون ده ما في اي مانع ديني ما عدا منصب السيادة العليا للدولة اللي هو الملك أو الملكة. تعال 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 مشوي تعال. لازم الملك أو الملكة يكونوا بروتستانت ويجي ويقول لك لو حكمني كافر ما حيدخلني الجنة. لك الله خلينا ده كله خليه جيب 10 جنيه ويقول لك الجايد. ما بيورث الحكم لواحد ما بروتستانت ولو كان بروتستانتي وزوجته ما بروتستانتية ما بورث الحكم. لا 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 مولانا دي كبيرة دي. أيوة أنا ما بجيب إلا كبير. يعني ما بياخد الحكم عشان مرته ما بروتستانتية. أيوة طب وين الفيمينيست وين السترونج اندبندنت وومن وين كوباية الشاي الكاتب. البرلمان في بريطانيا بتكون من الملك ومجلس العموم المنتخب من الشعب ومجلس اللوردات اللي بيختاروا الملك. مجلس اللوردات ده لازم يكون فيه 26 عضو اسمهم المجلس الروحي مشايخ البرلمان ولازم يكونوا أساقفة ولازم أغلب القوانين تمر عليهم وإذا ما وافق مجمع الفقه الإسلامي أقصد مجمع الفقه الكنسي يفصل الملك للموثوقية. طبعا كل الدساتير بتاعت الدول دي 193 دولة وزيادة الموجودة في العالم هتلاقيها على الموقع ده اكتبوا سريع www. ولا هنزل لكم تحت ولكل عشاق اسماء الشامبوهات واللغة الإنجليزية المواقع كلها بالإنجليزي فأبقى قدرة بس وأقرأ. ونزلنا لكم كمان مواقع معرب عشان ما نخليكم محتاجين شيء. الكلام ده مصيب يعني 7 سنين اللي أنا سقطته عشان حايم في أركان النقاش وبرفع الشعارات دي طلعت الشعارات دي بطيخ. أيوه وانت طلعت هنبوكة كبيرة. طب ليه هما كان بيقول لنا ان لازم الدول ما تكون عندها صبغة دينية؟ عشان سببين. الاول انك تحس انك مستنير متقدم كده نظام الواد حداسي فتمشي وانت بتعايل الناس كده من فوق. الحاجة التانية ان ده مطلوب فعلا انت ما المفروض تحكم بدينك لكن هما يحكموا بدينه وده اللي هتلقاه مكتوب في دساتيره انه دستور الكنيسة الرسمي يجب ان يطبق بالقوانين. ده المطلوب انه دينك ما يكون عندك عزيز وانك تخجل منه لكن هما يرفعوه ويعزوه. ويهودا كبيرهم لهو رافع
كتاب جون لوك ولا فولتير ولا توماس جيفرسون؟ ده رافع الانجيل. دينيه دي ولا ما دينيه؟ ولا عشان اسم شامبو يعني وعيونه خضراء وشعر اصفر؟ لكن ابقى راجل انت وارفع القران وشوف الدنيا دي هتبوك في كده. هو يرفع كتاب دينه اهي، لكن انت لا. شفت الناس دي خماك كده؟ عشان كده ما تصدق اي حاجه بتجيك، وما تقعد تلوك في اي حاجه بتتقدم ليك. طب وين الجهلول الرابع؟ لا حقعد انا كل مره اتكلم بقى ان الحلقه 4 دقائق بس، وان ما ممكن نقعد نفكس كل حاجه والجرس وما جرس. والظريف الناس بيقول لك ما لقينا جرس، لا جبنا لكم جرس جديد وخطينا. السلام عليكم.